انت قلت لي انه في الاهلي ما قدمش مباراه قويه قوي امبارح، من وجهه نظرك ايه الثغرات صحيح اللي كانت موجوده في الفريق ولسه موجوده في الفريق وموسيماني يمكن مش قادر يسدها لحد دلوقتي؟ والله هو بيتسو موسيماني هو يعتبر لسه مدرب جديد، هو حافظ فريق الاهلي تماما، ولكن لسه ما طبعش بادائه اللي كان بيقدمه مع سان داونز. سان داونز كان هو اللي مربي تقريبا الفريق، يعني قعد معاهم 7 8 سنين، فهو خلاص شربوا طريقه لعبه، هو بيتصرف على قد المباريات اللي موجوده. في دلوقتي مباريات دوري بنخلصها تمام، عندنا دوري ابطال افريقيا تمام، عندنا الكاس تمام، في طبعا اكتر من مركز، ويمكن الناس برضو اتكلمت عن اكتر من مركز، الاهلي في حاجه شديده لتعقدات فيها، يمكن ابرزها مثلا قلوب الدفاع، بنتكلم على المهاجم الصريح، يعني في اكتر من مركز، هنشوف بقى الدنيا هيحصل فيها ايه في الفتره اللي جايه، خصوصا ان احنا في شهر ديسمبر، فالشهر الجاي ان شاء الله هتبدا الانتقالات الشتويه، فاحنا عشان بادئين الموسم متاخر كمان عشان خاطر ما حدث بقى الموسم اللي فات توقف بسبب كوفيد 19 والكلام ده كله، فالشهر الجاي هنبدا الانتقالات الشتويه، فاكيد الشهر ده هيكون لكل الفرق، مش الاهلي بس او الزمالك بس، لا كل الفرق هتدرس احتياجاتها بالنسبه لشهر يناير للانتقالات الشتويه. طبعا الموضوع في الزمالك مختلف لان في اداره لجنه هي اللي جايه، فهنشوف بقى هل هيكون في مجال اصلا لدفع فلوس وصفقات والكلام ده كله، لسه مش عارفين. لكن الاهلي امبارح طبيعي جدا انك جاي من ناشفيل، فرحه كبيره جدا جدا جدا، بطوله غايبه عن ناديك بقالها 7 سنين، بتتاهل لنهائي البطوله 2017 و2018 وبتخسر في النهائي من الوداد ومن الترجي، فطبعا الفرحه كبيره جدا، غير كمان انك تكسب الغريم الازلي ليك اللي هو نادي الزمالك، فده عمل نشوه كبيره جدا، الناس لسه عايشه في الفرحه دي وهنقعد حبه حلوين، يعني الناس مبسوطه طبعا من دوري ابطال افريقيا، حتى معظم الجمهور كان لو الاهلي مثلا خسر امبارح كان هيقول احنا يعني خدنا البطوله الاكبر.